أنا ايه النهاردة الفقرات النهارده؟ هنبتدي مع حضراتكم النهاردة برنامجنا هيكون عندنا فقرة تخص المدارس الخاصة، وطبعا الحديث عن المدارس الخاصة حديث دائما يعني مستمر، أنواع المدارس الخاصة كتير، كل الناس بتفكر طبعا في تعليم ولادها، وده شيء محمود جدا إن احنا نكون مهتمين بتعليم ولادنا، لكن مهم قوي كمان إن ده يكون من غير ما نضغط على نفسنا في تكاليف المدارس دي، لأن التكاليف دي كتير بترهق الأسر جداً المصرية يا هادية وندخل جدا. سامح موجوع من يا موضوع جماعة. المدارس والباصات والزيادة اللي كل سنة بكل تأكيد يعني هي أعباء كتير على الأسر المصرية، طبعا ربنا يكون في العون مع كل الأزمات الاقتصادية اللي بيعيشها العالم، فمحتاجين إن احنا نكون واقعيين من البداية حقيقي. أنا عندي طفل عندي اتنين هقدر أدفع لحد كام، لأنه كمان بيكون في زيادة في المدارس دي، فلازم أنتقي المدرسة كويس جدا، مجهود كمان كبير بعد ما أستقر على المدرسة نبتدي بقى أشيل هم الانترفيو وحدوتة الانترفيو اللي بتتعمل لطفل يعني عنده 3-4 سنين علشان يدخل المدرسة، والولي أمره كمان والولي صحيح، وبيبقى فيه يعني شيء من الطبقيه والعنصريه طبعا. اللي يعني اصحاب المدارس احيانا بيشوفوا ان ده بيفيد الطلبه الموجودين جوه، على اي حال فرصه دخول ابنك للمدارس الخاصه نوعيه المدارس دي هنتكلم بشيء من التفصيل في الفقره اللي جايه، هيكون معانا المستشار بدوي علام رئيس جمعيه المدارس الخاصه، نتكلم معاه عن كل التفاصيل والتساؤلات اللي بتيجي في دماغ حضراتكم، المشاكل اللي بتقابلكم وانتوا بتقدموا في المدارس الخاصه، لو حصل مشكله تتوجهوا فين، الناس اللي مش بتتقبل في المدارس بطريقة بيشوفوها تعسفية بدون إبداء أي سبب مقنع لأولياء الأمور، لو حصل كده من غير ما نخاف على أولادنا إنهم يستقصدوهم بقى جوه المدارس نعمل إيه ونتوجه لفين؟ صح مظبوط جدا يا هدير. تاني فقرة بقى معانا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، اللي يعتبر واحد من أهم الملفات اللي اشتغلت عليها الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت، من وقت ما كلف به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2019، عشان كده هيكون معانا في الفقرة دي إن شاء الله الفقرة الثانية دكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، هنعرف منه تفاصيل كتير قوي عن الصندوق وعن آلياته وعن اختيار ورعاية النوابغ الكتير قوي في مصر إن شاء الله رب العالمين. قولي لي بقى هدير، انت خطك حلو ولا ايه؟ هي. سؤال تاني خالص، خطي ممتاز. تعرف على ذكر الخط دايما بقينا دلوقتي لو شفنا حد خطه حلو بيبقى في كوتس كده مكتوبه طول الوقت على السوشيال ميديا الناس بتتناقلها، يعني بقينا نشوف الناس المميز جدا اللي بيكتب بايده المميز جدا ده اللي خطه حلو. ليه الخط قل شويه؟ لانه الناس كلها لأنه بتكتب كلنا على التليفونات وعلى الكمبيوتر. طب هقول لك على حاجه، نعرف خطوط بعض. هقول لك بقى على 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 حاله كمان، طب احنا بنكتب على الكمبيوتر او كده صح؟ بنكتب غلط برضه. يعني مش بس شكل الخط اللي ما بقاش كويس، لا كمان الكلام نفسه مش عارفين نكتبه. محتاجين نركز اكتر ونتعلم الخط. يمكن زمان كنا بنشوف جوابات وصور تلاقي الناس كاتبه لبعض على الصور والخطوط محفوظه والخطوط شكلها حلو، لكن دلوقتي يعني بقينا كل فين وفين لما نشوف حد بيكتب وخطه حلو، فيعني اعتقد انه محتاجين اهتمام شويه اكتر بمساله الخطوط دي. لو احنا نفتكر كلنا كان زمان عندنا كراسات الخط طبعا، ونفضل نكتب ونقلد الخطوط وخط الرقعه ونشوف ان المدرسين بيكتبوا ازاي ونقلدهم. والمحلات يا هدير فاكره لما كانوا بيكتبوها بالخطاط والحاجات صحيح. دي واحد خطاط مهنه. محتاجين بقى انه الاجيال الجديده تهتم بمساله صح. الخطوط ويكون الموضوع فارق معاهم ويلاقوا حد كمان يعلمهم، هي دي الفكره انه نتعلم فين، والناس اللي بتحب اصلا تكتب وبتحب تكون يعني تشوف مساله الخطاط والخط العربي خصوصا بكل ما يميزه يعملوا ايه ويروحوا فين، نشوف مع حضراتكم يعني انواع الخط العربي والناس الحريصه انها تتعلم وخطها حلو ممكن تتوجه فين، في مؤسسات في مصر مهمتها دلوقتي هي الحفاظ على جمال الخط العربي ومنها مدرسه القلم لتعليم فنون الخط العربي، هنتعرف على هذه المدرسه بشيء اكثر وتفاصيل اكثر من خلال التقرير ده، لكن خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. Thank you.
القلم هي مدرسة غير نظامية في قلب الخيرات التاريخية، بتعمل على نشر وأحياء فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية وتطبيقاتهم المعاصرة من خلال مجموعة من الفنانين والمبدعين الخطاطين والمزخرفين والمصممين والحرفيين من ذوي الخبرة الفنية والتربوية وأيضا التقنية. المدرسة تقع في منطقة درب اللبانة في الجهة المقابلة لمسجد السلطان حسن نوبل الرفاعي، وهي مساحة مفتوحة للجميع للتعلم وأيضا لعرض الأعمال الفنية المبنية على الفن الإسلامي من الخطوط والزخارف بأساليبهم الفنية المختلفة، وأيضا متجر لبيع الأدوات الخطية، ويعني بخلاف ذلك عندنا استوديو تصميم ومكتبة مصغرة للإطلاع، وهي بمثابة نقطة للالتقاء للمبدعين، يعني يعقدوا فيها لقاءاتهم واجتماعاتهم اللي بيتناقشوا فيها في مجال للخط العربي. واحنا هنا في مدرسة القلم بندرس كل أنواع الخط الكوفي، الخط الكوفي الفاطمي، الخط الكوفي المصحفي، الخط الكوفي المملوكي، الخط الكوفي القيرواني، وقريبا إن شاء الله الخط الكوفي المشرقي. الخط الكوفي هو أبو العمارة، كل العمارة الإسلامية اللي موجودة سواء مساجد سواء قصور قديمة كلها بالكامل مكتوبة بالخط الكوفي، ودي الميزة اللي بتتميز بها مصر. مصر معروفة ان هي الاولى في مدرسة الخط الكوفي. انا جيت مدرسة القلم عشان انا مهتم بتعلم الخطوط من صغري، كنت دايما بشوف الجماليات اللي فيه وتدرج السمك بتاع الخطوط اللينة، بس كنت دايما بميل للحاجات الهندسية اكتر، يمكن عشان كده دخلت هندسة يعني. فكنت حابب أدرس كل الخطوط الكوفية وأتعمق فيها، وهنا متوفر أستاذ صلاح، يعني هو أكبر معلمين الخطوط الكوفية في مصر يعني، فجيت هنا وقلت إنها فرصة أتعلم فيها وأبدأ يعني مسير التعلم الخطي. قدرت أتعرف على مدرسة القلم، وكان الأستاذ صلاح عبد الخالق بيدرس فيها خط الخطوط الكوفي بأنواعها، وأول حاجة شدتني فيها بصراحة خط الكوفي المملوكي اللي هو الموجود حاليا بس مكتوب في مسجد السلطان حسن. طبعا فن الخط العربي حاجة جميلة جدا. الخط الكوفي طبعا يعتبر أقدم الخطوط اللي مكتوب بها المصحف، وهو أقدم الخطوط اللي كتب بها بداية الخطوط نفسها هو الخط الكوفي. جيت أتعلم هنا النهاردة في القلم خط القيرواني، الكوفي القيرواني، إن شاء الله تكون تجربة جميلة ولذيذة ونطلع بيها بمشروع كويس أو لوحة كويسة أشارك بيها في معارض بعد كده. تقدم القلم مجموعة من قطع الأثاث والديكور المنزلي مثل رف كاشيدا وأيضا برافان القلب يعشق كله جميل أو مرآة جميل جمال بتقنيات التصنيع الرقمي، كمحاولة منا للدفع بالخط العربي خارج إطاره التقليدي والنمطي، خارج إطار اللوحة الخطية، بحيث تكون على شكل منتجات قابلة للاستخدام بشكل وظيفي وأيضا شكل جمالي سواء كان في منازلنا أو في مكاتبنا. عجبني قوي المكان وعجبني قوي التفاعل والمنتجات اللي هم بيقدموها. عجبني جدا ان هو كمان في مكان تاريخي ومهم قوي للمدينه، وعجبني قوي كمان ان هم بيقدموا حاجات بتحيي التراث الاسلامي والخط العربي بكل اشكاله وانواعه، وانصح كل الناس تيجي هنا تزور.